يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يقول أستغفر الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، فاعترض عليه آخر وقال إنما ورد هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في سبحان الله وبحمد عدد خلقه إلى آخره، فالأولى لك أن تقول أستغفر الله بدون ذلك. فما أعد السؤال. يقول رجل يقول أستغفر الله عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد. نعم، الصواب مع من قال لا تقول هذا، لأن هذا ورد في التسبيح، ورد في التسبيح ولم يرد في الاستغفار. نعم.